هل هتتفاجئ لو قلت لك ان القمر اللي بنشوفه بالليل منور السماء مش هو القمر الوحيد للارض، وان في جسم غريب تاني بيشع اشعاع ونور زي نور القمر بالضبط؟ اكتشفوا العلماء من فترة قريبة، وظهرت ابحاث جديدة عملت مفاجأة كبيرة خلال الاسابيع اللي فاتت. ازاي تعرفنا على قمر الارض الثاني؟ وهل هنقدر نسافر ليه قريب؟ تخيل الصين هتبعت ليه السنة اللي جاية 2025 اول مركبة فضائية. هو فين القمر ده وبيبعد عننا قد ايه؟ وايه قصته الغريبة؟ بل ايه قصة الانشقاق اللي حصل في القمر الاصلي الكبير بتاعنا واللي اثر بشكل او باخر في تكوين القمر الثاني للارض؟ اهلا بكم. في مارس من السنة اللي فاتت 2023 اكتشف مرصد بان ستارز جرم سماوي غريب بيدور حوالين الشمس. الشيء الغير عادي هو انه بيدور حوالين الشمس ولكن مع الارض، يعني في مدار متزامن، وان الكويكب ده اللي اسمه هيظهر قدامك دلوقتي بيتبع الارض من 2000 سنة فاتت، وده زمن كبير عن كويكب يكون ماشي معانا فترة طويلة قد دي. لكن الاغرب من الكويكب ده كان كشف الجرم سماوي غريب جدا، هنتكلم عنه في حلقتنا النهاردة. بس اخبط اللايك الجميل الاول علشان تحفزنا، وتعالوا نشوف اغرب كويكب او قمر او اي مسمى انت حابب تسميه بيه، وليه هو اغرب كويكب قريب من الارض على الاطلاق. طوال 4.5 مليار سنة فاتت كان القمر كما يعتقد هو الجرم السماوي الوحيد المصاحب للارض. بيهيمن القمر على رؤيتنا على سماء الليل بمنظره الرائع وسطوعه العالي، لكنه مش الشيء الوحيد اللي بيدور حوالين الارض. في اجرام تانية صغيرة بيسميها العلماء اشباه القمر بيدوروا حوالين الارض. في سنة 2016 رصد تلسكوب بان ستارز اللي اتكلمنا عنه من شوية كويكب ممكن يكون القمر الثاني لكوكب الارض. الكويكب اللي ظهر اسمه قدامك دلوقتي HO3-2016 او الاسم المشهور كامو اوليوا، اللي جاي اسمه من لغة هاواي واللي بيشير في ثقافتهم الى ترنيمة الخلق. وتبين برضو ان الكويكب ده بيدور في مدار متزامن حوالين الشمس مع كوكب الارض، وده اللي بيخلينا نشوفه وكأنه بيدور حوالين الارض، لكنه في الواقع بيدور حوالين الشمس بس ماشي مع الارض في دورتها للشمس كل 365 يوم تقريبا. عرضه بيتراوح ما بين 40 الى 100 متر تقريبا، وبيدور حوالين نفسه بسرعة كبيرة، وهنعرف بعد شوية السر الغريب ورا دورانه السريع حوالين نفسه مرة كل 28 دقيقة بس. فأقرب نقطة ليه للأرض بيكون أبعد من قمرنا ب 38 مرة، وفي أبعد نقطة بيكون أبعد من القمر 100 مرة. الحاجة اللي خلت الدول والجامعات والعلماء يبحثوا في الأجسام السماوية القريبة من الأرض هو موضوع الأخطار اللي ممكن يجي من الكويكبات وخاصة القريبة من الأرض. لكن الأجسام دي ممكن تكون في مدارات مضطربة، بل وممكن تتصدم ببعضها البعض وتأثر على كوكبنا حتى لو ما حصلش اصطدام مباشر بينا. ومن بداية السنة 2024 وصلنا رقم 7 أجرام سماوية أو كويكبات، اللي هي عبارة عن صخور فضائية بتدور في المجموعة الشمسية حوالين الشمس. 7 كويكبات كبيرة نسبيا، تأكدنا بأنها بتتبع نفس مدار الأرض حوالين الشمس، آخرهم كان القمر الثاني HO3-2016. يا جماعة، الكويكبات والمذنبات تتحرك في الكون باستمرار، وغالبا الأجرام دي بتتصدم بالأرض، والحمد لله الصغير منها هو اللي بيمر لكوكب الأرض في الزمن ده. أغلبهم مش بيمثل أي خطورة على الكوكب، قليل جدا ممكن اللي نقلق منه. احنا عندنا 40 جسم زي دول من الاجرام الكبيرة اللي قربت جدا من الارض في الماضي، وحتزورنا في المستقبل، بس مش المستقبل القريب، لسه بعد الاف السنين. يعتبر الجسم القريب من الارض على مسافة 7.4 مليون كيلومتر، ممكن يخلينا نقلق شوية، بس لازم يكون حجمه تقريبا 140 متر فما فوق. اقل من كده هيعمل زي كويكب تشيليابونسك اللي حجمه 20 متر بس، ودخل الارض وانصهر على ارتفاع 32 كيلومتر فوق سطح البحر. وبالرغم من انه صغير الا ان حوالي 1100 شخص اتصابوا باصابات اغلبها طفيفة، وادى لخسائر بقيمة 33 مليون دولار. لو كان انصهر على سطح الكوكب او انفجر على الارض، فهتكون طاقة الانفجار بتاعته تعادل 30 قنبلة نووية زي اللي ضربت هيروشيما في اليابان. في سنة 1908 ضرب كويكب نهر تانغوسكا في سيبيريا في روسيا، طوله 50 متر، دمر حوالي 80 مليون شجرة في الغابات هناك. علشان كده دراسة الأجرام القريبة من الأرض أمر مهم جدا في علوم الفضاء والفلك. احنا كل اسبوع بنسجل 30 كويكب جديد، فالرصد ده والكشف والمتابعة غاية في الأهمية. ولو انفجر كويكب بالأرض بحجم بطل قصتنا النهاردة، هيطلق طاقة تعادل تفجير قنبلة
قوتها 1,000,000 ميجا طن. في كتير من الحالات الأجسام السماوية في نظامنا الشمسي ملهاش مدارات مركزية دائرية حوالين الشمس، إنما وبسبب خاصية الرنين المداري ممكن الأجسام دي تشارك كوكب ضخم مداره حوالين الشمس، وكأنها معاه في مدار مشترك حوالين الشمس، زي كويكبات طروادة الخاصة بكوكب المشتري في الصورة اللي قدامك دي، وهما مجموعتين التروجانس والجريكس، مجموعة من قدامه ومجموعة طروادة خلف كوكب المشتري في نفس المدار. أهو الكويكب أو قمر الأرض الثاني كامو أوليوا موجود خارج منطقة الهيلسفير، المنطقة اللي بتهيمن فيها جاذبية الأرض على الأجرام السماوية اللي قاعدة هناك. تعالوا نتعرف أكتر على غرائب الكويكب ده في مداره، وكأننا بنرصد مدار الكويكب وكوكب الأرض، هما الاثنين طبعا من مسافة بعيدة. بيظهر كامو أوليوا باللون الزهري في المحاكاة اللي حضرتك شايفها قدامك دي، بيتزامن محور دورانه حوالين الشمس مع محور دوران أو مدار الأرض حوالين الشمس برضه، لكن هتلاحظ إن مداره ممدود ومايل شوية بالنسبة لمدار الأرض، لكن الكويكب والأرض بيدوروا حوالين الشمس في نفس المدة تقريبا. هنلاقي قمر الأرض الثاني بيدور وهو على شمال الأرض دايما، بس بسبب ميل محور دورانه هتلاقيه في الست شهور الأولى من السنة المدارية فوق مستوى دوران الأرض بشوية قليلة، وفي باقي السنة بينزل شوية عن محور دوران الأرض. لكن لو بصينا لدوران الكويكب من الأرض هنلاقي حاجة عجيبة، بيشكل الكويكب وأثناء عملية الدوران حوالين الشمس مدارات معقدة، ولو غيرنا الزاوية هنلاقيه عامل شكل 8 كده بالإنجليزي أو المفتاح، وكل لما نبص من زوايا مختلفة بنلاقي أشكال مختلفة، وده بيدل على المدار المعقد للكويكب. الكويكب لما بيكون أعلى من مستوى مدار الأرض بيكون في نفس زاوية رؤية كوكبة الدب الأكبر، ولما بيكون في مستوى منخفض عن محور دوران الأرض بيكون في نفس الزاوية اللي نقدر نشوف منها نجمة الشعرى اليمنية سيريوس. طبعا ما تحاولش انك ترصده لأن رصده مستحيل بالنسبة لتلسكوبات الهواء، إذا كان رصده بالغ الصعوبة بالتلسكوبات الضخمة الكبيرة فما بالك بقى بتلسكوباتنا الصغيرة. عدت سنين من زمن اكتشاف قمر الارض الثاني الكويكب كامو أوليوا لغايه ما جه فيش نوريدي سنه 2021 مع فريق بحث صغير، وكشفوا في دراستهم ان الكويكب المزعوم هو اول صخره فضائيه نكتشفها تكون انشقت عن القمر. انشقاق واصطدام كبير حصل للقمر، يعتقد العلماء انه حصل بفعل كويكب كبير حجمه ممكن يكون كيلو متر ونص الكيلومتر، ضرب القمر وشطر من سطحه الجسم الغريب كامو أوليوا. استخدم ريدي وزميله بنيامين شاركي التلسكوب الكبير ذو العدستين، اكبر التلسكوبات البصريه في امريكا، وتلسكوب لويل اللي بيشتغل بالاشعه تحت الحمراء علشان يشوفوا ازاي بيعكس الكويكب ده الضوء، وفعلا لقيوا ان الاطياف الضوئيه اللي بيشعها الكويكب بتشبه كتير العينات القمريه اللي جلبتها رحله ابولو للقمر في سنه 1971، ولقيوا ان الكويكب غريب عن بقيه الكويكبات التانيه القريبه من الارض اللي تم تحليل اطيافها قبل كده. ريدي قال في بحثه انه تم اكتشاف 480 نيزك هبطوا على الارض، ويعتقد ان هم جايين من سطح القمر، وده بيدل على ان اجزاء من القمر ممكن تنتقل عبر الفضاء وتوصل لنا هنا على الارض، فمن الطبيعي جدا اننا نلاقي صخره كبيره منهم انشقت من القمر عملت لها مدار حوالين كوكب الأرض علشان تصبح قمر تاني للأرض مجازا. وتوالت الأبحاث والدراسات للكويكب أو قمر الأرض الثاني لغاية ما جه فريق صيني من جامعة سانج هوا ونشر في دراسة نشرت في مجلة نيتشر أسترونومي في 19 إبريل الماضي، وباستخدام تقنية التحليل الطيفي للضوء المعكوس من الكويكب كشفت نتائج بحثهم إن الكويكب بيحتوي على كميات كبيرة من السيليكات، أكبر أصناف المعادن الأكثر تعقيدا والمتوفرة برضو على سطح القمر. الفريق لحد هنا ما سكتش، بل عملوا نماذج محاكاة علشان يختبروا صحة الفرضية الجديدة الخاصة بالسيليكات، وقدروا يحددوا ان الشكل الفيزيائي للكويكب ومداره بيدلوا على انه قطعة صخرية مصدوعة نتيجة اصطدام هائل حصل في الجانب البعيد من القمر، وان الاصطدام ده حصل من وقت قريب نسبيا، لان لو كان الاصطدام ده قديم كان مع الوقت هينجرف الكويكب بفعل جاذبية الكواكب التانية بعيدا عن الارض، او حتى يتحطم في اصطدام تاني مع كويكب تاني.
بل والحاجة الأقوى اللي عملها الفريق الصيني هو إنهم بحثوا عن فين الحفرة الغريبة اللي حصل فيها الاصطدام والانشقاق. لو بصيت القمر من تلسكوب هتلاقي إنه مليان بالحفر والندوب والشقوق. القمر ملوش غلاف جوي سميك زي الأرض علشان يحميه من خطر الكويكبات والنيازك اللي بتقذفه وتعمل عليه الحفر الكبيرة دي. وعلشان يحدد الفريق الصيني مكان الحفرة اللي جاي منها قمر الأرض الثاني، عملوا عملية استبعاد لكتير من الحفر القمرية، وقالوا إن الاصطدام حصل ما بين 10 مليون سنة إلى 100 مليون سنة، وبكده هيستبعدوا كل الحفر اللي أقدم من التاريخ ده. ليه التاريخ ده بالذات؟ طبعا سؤال وجيه، لان كويكب واحد بس من ضمن الكويكبات اللي بتدور حوالين الارض في مدارات قريبه عمر دورانه في المدارات القريبه من الارض اقل من 100 مليون سنه، وباقي الكويكبات اقل من كده. ودي حاجه ذكرتها مئات الابحاث والدراسات وعمليات المحاكاه اللي تمت خلال ال 20 سنه اللي فاتت. من الواضح كمان ان الكويكب بطل حلقتنا النهارده مش هيكون القطعه الوحيده اللي انشقت من القمر في الاصطدام اللي حصل، ولازم كمان الاصطدام اللي حصل يكون كبير شويه علشان يقذف القطعه الكبيره دي نسبيا. معظم الدراسات اللي تناولت الفوهات والحفر القمريه بتقول ان الفوهات الكبيره اللي نشات من اصطدامات كبيره قطرها بيزيد عن 33 كيلومتر، وانها كمان بتحصل مره كل 25 مليون سنه. لازم ندور على حفره حجمها ما بين 10 كيلومتر الى 20 كيلومتر علشان ترسل لينا صخره كبيره في الفضاء على بعد 14 مليون كيلومتر عن سطح القمر. العلماء عرفوا انها صخره صلبه من خلال دورانها السريع حوالين نفسها اللي قلناه من شويه، 28 دقيقة بس. الفريق الصيني استفاد من رسم عمله فريق بحثي من جامعة براون بأمريكا، رسم فيها خريطة لأكثر من 5200 حفرة قمرية كأول كتالوج عالمي للحفر الكبيرة على سطح القمر. واللي ساعد الفريق الصيني على تقليل حجم العينة المرصودة إن كتير من الحفر القمرية قديمة جدا، أكبر من العمر اللي حددوه كحد أقصى اللي هو طبعا 100 مليون سنة. فضل من ضمن آلاف الحفر عدد صغير جدا لا يتجاوز العشرات من الحفر اللي عمرها صغير. ووصل الفريق الصيني في النهاية إلى إن حفرة من الحفر دي بتتطابق بدرجة كبيرة مع شكل الصخرة الفضائية المنشقة الهاربة. الحفرة المقترحة دي اسمها جوردانو برونو. تطابقت الحفرة مع جميع المعايير اللي حطها الفريق البحثي في عمليات محاكاة التأثير. حفرة حجمها 22 كيلومتر ويعتقد انها نشأت قبل 10 مليون سنة من النهاردة، بل وابحاث تانية حددت عمرها ب 4 مليون سنة، وده شكلها في صور مهمة ابولو 11. وقدر الفريق من خلال مقارنة عينات من مواد القمر اللي بتتشابه مع الطيف الخاص بفواهة الحفرة جوردانو برونو، لقوا كمان تشابه بينها وبين اطياف في قمر الارض الثاني كامو اوليوا. في النماذج اللي عملها الفريق بيعتقدوا ان عشرات المئات من الشظايا اللي طولها ممكن يوصل لعشر امتار انطلقت في الفضاء، تقريبا 400 قطعه مختلفه الحجم والاوزان، ومعظم الشظايا دي ممكن تكون اختفت بالفعل او نزلت هنا على الارض كنيازك قبل 10 مليون سنه. لكن الكويكب بطل قصتنا النهارده نجا وعمل لنفسه مدار غريب شفناه من شوية علشان نقدر في 2016 نرصده ونكتشفه. طبعا الحاجة الغريبة في الفرضية الأخيرة دي ان ممكن نلاقي هنا على الأرض نيازك قمرية تكون جت من الاصطدام الكبير اللي شكل قمر الأرض الثاني. ده هيحفز مزيد من الباحثين الشغوفين بالعلم المحبين للمعرفة انهم يبحثوا ويدوروا ويكملوا لبنات البحث ده علشان تكتمل الصورة. هتنطلق المهمة الصينية تيانوين 2 السنة اللي جاية إن شاء الله 2025 في مهمة جمع عينات من قمر الأرض الثاني كامو أوليوا، وهيكون مع المركبة الفضائية مركبة مدارية صغيرة ومركبة ثالثة للهبوط على السطح، واللي هتاخد عينة من الكويكب وتبعتها هنا تاني على الأرض خلال شهور من المهمة، بالإضافة إلى تلسكوب ناسا الجديد NEOS اللي هيعمل مسح لكل الأجسام الصغيرة القريبة من الأرض اللي حجمها تقريبا أكبر من 140 متر من خلال عدسات بتستخدم تقنيات الأشعة تحت الحمراء الحساسة للحرارة. وبيهدف المسح ده لعمل خريطة لتلتين الأجسام القريبة من الأرض ومنهم قمر الأرض الثاني، ومن المقرر انه ينطلق التلسكوب الفضائي بتاع ناسا دوت في سنة 2027. الاكتشافات دي يا جماعة مش بس هتساعدنا في الكشف عن الاخطار اللي ممكن تواجه كوكب الارض من المذنبات والكويكبات اللي ممكن تشكل خطورة، بل هتساعد كمان في معرفة ازاي وصلت مكونات الحياة هنا على الارض من الاجسام الفضائية اللي زي دي طبقا لفرضية البانسبرميا. كمان العينات اللي هتجيبها المركبة الصينية من هناك هتخلينا ندري
بندرس ازاي الاشعاع الفضائي ازاي بيساعد في حدوث عمليات التعرية والتآكل للصخور الفضائية اللي زي دي مع مرور الزمن. بيقول دكتور نوح بيترو عالم الفلك المشارك في مشاريع أرتميس للعودة للقمر بوكالة ناسا، بيقول ان الاكتشافات دي الخاصة بالكويكب العجيب والصخرة الفضائية الغريبة كامو أوليوا بتنبهنا ان احنا عايشين في نظام شمسي مثير للغاية واستثنائي، بل كوكب الارض وقمره مثال غريب وعجيب في مجموعتنا الشمسية. مفيش مكان تاني في مجموعتنا الشمسية عنده قمر فيه المميزات بتاعت القمر بتاعتنا غير نظام الأرض والقمر، وده تذكير عظيم بمدى خصوصية نظام الأرض والقمر، كوكب استثنائي بكل ما تحتويه الكلمة. بتنبهنا الاكتشافات دي لعظيم خلق المولى عز وجل حين قال في سورة ياسين: للشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون. لو عجبتكم الحلقة ما تنسوش الدعم بالضغط على زر الإعجاب اللي بيخلينا مستمرين، واكتب لنا في التعليقات هل تعتقد ان الكويكب كامو أوليوا هو قمر تاني للأرض ولا كويكب عادي من وجهة نظرك؟ وان شاء الله قريب هيكون في حلقة جديدة بناء على طلبكم بخصوص الباريونات. كمان عندنا حلقتين الفترة اللي جاية في قائمة التشغيل الخاصة بعالم الكم والفيزياء العجيبة. اشترك بالقناة وفعل زر الجرس علشان يوصلك كل جديد في علوم الفضاء والفلك، وعلى وعد ان شاء الله بلقاء جديد ومتجدد ان شاء الله في انفوسفير ولاف معلوماتي، رحلة الحياة بين العلم والدين والخرافة. تحياتي محمد فهمسليم، سلام عليكم.